باشونجا على طول. باشونجا شوف كيف يعتمد على المرتدات وخطير. هذا كريس مرة كريس مرة كريس والتسديدة. هدف أول في المباراة، هدف أول في اللقاء لرايون سبور الرواندي. يا له من خطير إسماعيل ديارة، كيف راوغ كل هؤلاء المدافعين. خطأ كان فادح من عبد الرحيم حمراء في مناورة إسماعيل ديارة. المالي يتمكن من تسجيل أول أهداف هذا الشوط الأول. يعني الكرة الهادئة هذه، الكرة العادية الهادئة اللي ما فيهاش ضغط، أعطت الفرصة لفريق رين سبور الرواندي أنه يهاجم. شوف حمراء هنا ضاع في هذا الحوار والتغطية، يعني في المرة الأولى وفي الثانية، يعني لا في هذه حمراء ولا في الثانية. الثانية أنت تسأل عنها كثيرا لما راوغك ومر، وفي ربما هذه المرة زيماموش لم يكن يغلق الزاوية التي وجد منها المنفذ ديارة. الكل كان ينتظر من إسماعيل ديارة أنه يوزع كرة عند نقطة الجزاء، ولكن لأنه الآن متأخر. رابع مفتاح وكرة وتسديدة ممتازة والحارس يتدخل. لا يزال الاتحاد متأخرا في النتيجة، لا يزال الاتحاد مثل ما كان تدخل من تيري مانزي على عبد الرحمن مزيان يستحق بطاقة حمراء. هذه الفرق تأتي لتلعب أمامها، يعني كل يعني لما تواجه لاعب تلعب أمامه قبل متر. كرة ربيع، أوي يا ربيع مفتاح كاد أن يصطاد هدف التعادل. خطيرة جدا هذه المحاولة. ربيع مجددا، ربيع وكرة عرضية خطيرة. جول، لا لا زالت لرضوان شريفي. يا سلام، هو اللاعب اللي مفروض كان يبدأ باتحاد العاصمة المباراة. الآن استيقظ اللاعبون من سباتهم ومن نومهم. ضيع كرة، كانت فرصة التعادل والتسديدة العارضة تنقذ ما يمكن إنقاذه. جول، لا فاروق شافعي يضيع، فاروق شافعي يضيع. آي 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 آي. يا لها من كرة ويا لها من فرصة ولكنها تضيع. تسديدة شريفي تعود من العارضة ثم تأتي المتابعة من حمية. وحدك يا فاروق يا شافعي، وحدك. فاروق شافعي يضيع كرة لرضوان شريفي على أقصى اليسار. فوسياي العرضية، جول حامية طالبت به شخصيا. أهدانا وأهداني هدف التعادل. حامية يرتقي ويعيد المباراة إلى نقطة البداية، فعلها البديل محمد لمين. حامية يرتقي ويسدد بالرأس بعد عرضية من فوسيايا، هو المطلوب منذ البداية. شافعي كان إلى الأمام وحامية بالرأس مرت على شافعي، وسبحان الله، يعني سبحان الله، في الوقت الذي كان الصحفي اللي وراء شباك الحارس أبون باشونجا كان يرمي بقطرات الماء. هاي قطرات الماء المرقة، بعدها مباشرة جاء الهدف، هدف التعادل. هذه عادة موجودة أمام الفرق التي تأتي من أدغال إفريقيا، أحيانا يقال ويكتب ويقص ويحكى بأنه هناك من يستعينون ربما بشيء. فرح الوقت البديل، ما زال الوقت البديل فيه الكثير، وبإمكان الاتحاد أن ينجو من فخ رايون سبور الرواندي بشق الأنفس. يأتي هدف التعادل في انتظار هذا.